في جميع كافة الأعمار والفئات في ميدان. فرسان سنفور سعدي على صوت خلان البحر متجه إلى نقطة الانطلاق بعملية الإحماء. يوسف عبيد على صوت سراج للفحل إليخاندرو الملك أبو عقاب مدرب غازي حماد القيادة كما ذكرنا يوسف عبيد نجم الأمل مع الخيال أوس سواعد. جونيور الميدان متجه لنقطة الانطلاق بعملية الإحماء. جونيور الميدان دفع البريق جونيور الأمنفيلة مالك المدرب سعيد صبيح. سالم العقبي يعتلي صوت أمير السولاز. الملك يوسف المردوع مدرب سامي حجاج ويوسف دقة قيادة لسالم العقبي. صوت السادس فئة الثالثة كبار من هذا الشوط أمير السولاز خلان البحر جونيور الميدان سراج عتيق الفانتوم ونجم الأمل. الشوط السادس على بركة الله بسم الله ما شاء الله انطلاقة رائعة وجميلة منذ البداية. أمير السولاز مع سالم العقبي ينتزع الصدارة من البداية. سراج بالمراتب الثانية مع الخيال يوسف عبيد نجم الأمل مع الخيال وسواعد بالمراتب الثالثة. سراج وأمير السولاز رأسا على رأس منذ البداية. جونيور الميدان الآن بالمراتب الثالثة. الخيول الآن تدخل المنعطف الأول. ما يزال أمير السولاز وسراج بنزاع للمرتبة الأولى. الخيول الآن ما بين المنعطفين. السراج مع يوسف عبيد الآن متصدر المجموعة. أمير السولاز بالمراتب الثانية. جونيور الميدان الآن يندفع من الخارج. الخيول الآن دخلت خط المستقيم. ثلاثي رائع وجميل أمير السولاز سراج وجونيور الميدان. جونيور الميدان وسراج. جونيور الميدان وأمير السولاز وسراج. يا سلام سراج بالمرتبة الأولى. أمير السولاز بالمرتبة
الثانية وجونيور الميدان بالمراتب الثالثة. وكان ما بين المنعطفين قد انتزع الصدارة من أمير السولاز، اندفع في الخط المستقيم حتى ينتزع هذا الشوط بكل استحقاق مع الخيال يوسف عبيد والبطل العالمي أليخاندرو الملك أبو عقاب، المدرب غازي حماد، القيادة كانت ليوسف عبيد. على الكاميرا يا شباب طارق مقطرن أبو محمد يسلم كأس المرتبة الأولى لسراج. وين التصفيق يا شباب لسراج؟ مبروك، ألف ألف مبروك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مرتبة الثانية أمير السولاز، دفعها السولاز جي، مالك يوسف المربوع، المدربين سامي حجاج ويوسف أبو دقة، القيادة كانت للمدرسة سالم العقبي. مبروك المبروك يوسف المربوع لإسطبلات المدريدستا.